محمد الدريسي احد مرافقي وفد الرباط المشارك في المخيم الربيعي، وكذلك يعني مسؤول في مكتب الانشطه التربويه بنيابه الرباط اللي قدمنا المشاركه ديال المدرسه الفداء الفرابي. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه كنشكروا الناس ديال العرايش اللي استضافونا في هذا المخيم الربيعي لاول مره كتشارك فيه مؤسسه من الرباط اللي هي اسم مؤسسه الفرابي. العدد ديال الاطفال اللي جبنا بهم واحد 15 ديال الاطفال منهم اناث وذكور، وجبناهم باش نحفزوهم على داك المجهود اللي كيبذلوا السنه كله في وسط المؤسسه، وزعما ديما كيشاركوا في تظاهرات وكيديو جوائز مزيانه. هذا اختيارنا هم كمؤسسه اطفال النموذجيين بالنسبه لنا. هما فازوا يعني بجوائز، فازوا بجوائز في المهرجان ديال المسرح ديال جائزه الجمهور. مهرجان الجم. نعم، هما اللي داو ثلاثه الجوائز، داو ديال احسن ممثل، احسن مخرج، والفرقه كامله. شكرا سي محمد. العفو.